اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده، ولكن السمك النهارده مش بلطي مشوي رده او زيت وليمون، ولا بوري سنجاري، ولا بوري مشوي رده مفتوح او مقفول. معانا سمك فيليه قشر بياض، وعندنا الاطفال يقول لك انا مش باكل السمك بس مع الفيليه الكريسبي، شويه جمبري كريسبي، ده بقى غاوي الايه الحاجات اللطيفه. فهنعمل كبسه النهارده بالسمك الفيليه، والكبسه دي مدرسه في كل الدول العربيه، بتتعمل باطعمه مختلفه، بالزبيدي في الكويت، تحيه كبيره للشعب الكويتي، في السعوديه تتعمل بالسمك الكنعد اللي هو الدراك او الهامور او الشعور. معانا كمان طاجن كاليماري النهارده فاهيتا، هنعملها بطريقه لطيفه ونشوف هنعملها ازاي، بالفلفل المشكل واخده من المطبخ المكسيكي ولكن معموله بطعم مصري وشقاوه مصريه. معانا مشروب مشهور في بعض الكافيهات والمطاعم اسمه ماهيتو. ماهيتو يتعمل بالفراوله، يتعمل بالليمون، اهم حاجه في الموضوع كله التلج المجروش مع المياه الغازيه وعصير او سيرب الفراوله او النعناع حسب الرغبه. فهي مدارس، فتعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي، ويا رب نوصل للطعم اللي احنا بنشوفه بره عشان نعمله لاولادنا على وجبتنا الغداء. نيجي للفاهيتا او الكاليماري او السبيط. البحر فيه ثلاث عائلات، عائلات الاسماك، عائلات الرخويات، عائلات القشريات. دي عوائل يعني او قبائل. الرخويات اللي هو الكاليماري والحبار والسبيط، الاثنين مدرسه واحده في السوى، والاثنين لونهم ابيض، والاثنين في الطعم تقريبا 99.9 من 10، ولكن الشكل مختلف نهائيا بين الكاليماري والسبيط والاخطبوط. هنقطع ادي الكاليماري بتاعنا، هنقطعه، خليه على البلانش، ايه رايك؟ عشان نقطعه ونشوف ازاي. ونبدا نقطع الكاليماري دي كده رفيع مع بعض. الكاليماري او السبيط علشان يستوي معاك يا ست الكل، هي تركيه صغيره خالص، انا قطعته سواء كاليماري او سبيط او الاخطبوط من غير توابل، من غير بصل، من غير ثوم، من غير فلفل، من غير اي حاجه خالص. الزيت يتقدح جامد على النار وناخده بالشكل ده كده. دايما يقول لك ايه، في شبابه جات له صدمه ناريه، هو دي الصدمه الناريه، هو ده استوى خلاص. نقلبه، تقلبتين والتانية هنقطعها دلوقتي، بصوا لها كده تتقطع لوحدها. اوعى تحط اي توابل. المدرسة بتقول ايه هنا بقى؟ هو ده الكلام. استنى عليه لغاية لما ميته تنشف وهو على النار من غير اي حاجة خالص، وابدأ اغذيه عشان يسمراني اسقيك محبة. يعني ايه؟ الكاليماري او السبيط في عروق زي كل الانسجه بتاعه الاسماك او اللحوم او الفراخ، الانسجه بتاعتها السبيط لا ترى بالعين اللي هي البيضه، فدايما لما ننزل بيها على نار شديده بنعمل له الصدمه الناريه فبتتقطع مباشره، لازم في زيت شديد الحراره او جريلا سخنه، فمجرد ما بتاخد الصدمه الناريه بتفاجئ هي بتتقطع لوحدها، فكده هو استوى ما يشدش معاك زي البلاستيك او زي الاستيك زي ما احنا عارفين. ده كده خلاص استوى، بتصبر عليه شويه فرصه نقطع الخضار بتاعنا اللي احنا عايزين نعمله مع بعض. تشكيله من الخضار، الخضار ده ممكن يكون فلفل ملون، ممكن يكون بصل زي ما انت حابه، ولكن يفضل طبعا تشكيله من الفلفل الملون. طالما احنا هنقطع خضار ويخش النار مفيش مشكله، لما تنزلي على البلانشه نفسها عشان الفلاسفه ما يقولكش الشيف المغازي بيقطع خضار على بلانشه قطع عليها سمك، قول زي ما انت عايز. مع مدرسه المغازي لا جدال ولا نقاش. هناخد الفلفل ده كده نقطعه مع بعض. فلفل ملون، اخضر، احمر، اصفر، اللي عندك يا ست الكل. هنقطع الفلفل ده ازاي بقى؟ هو ده الكلام. نجيب سكينه حاميه. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت المطبخ بسيط وسهل ازاي؟ ده الفلفل الاحمر، بنرصه فوق بعضه كده بايدك كده، وبالسكينه ننزل كده. القطيعة دي مهمة. حلو. ونعمل تشكيلة من الخضار والبصل والثوم والكزبرة والبقدونس، وبعدين تنزل على الفاهيتا بتاعتك. ادي الخضار بتاعنا ده مهم جدا على فكرة، اختيارك لنوع الخضار
فلفل احمر والكاليماري في النار، مفيش قلق من ناحيته خالص، انا المطلوب ان ميته تنشف. زي ما انا شغال كده بلف دول كده بالسكينه بتاعتي. ده ما ينضربش في الكبه يا ست الكل، لانه لازم يتقطع في النار بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. ناخد الخضار ده كده نفس الطريقه، معانا فلفل اخضر، والفلفل الاخضر الرومي بتاعنا ده حلو، بلاش تجيبي الكبير، البلدي ده حلو بيستوي بسرعه. سمعت الصوت؟ بدا الصوت يطلع، اول ما الصوت يطلع تعرف ان هو خلاص استوى. كل ما كان الصوت يظهر كل ما تعرف ان هو استوى. اسكت يا شيف خلينا نسمع الصوت. تمام. طبعا انا شغال في التقطيع، لان التقطيع ده لازم يكون برضو بشكل هندسي، كله شكل واحد، سواء الفلفل سواء البصل الشكل ده كده. سيبونا اعيش مع تقطيع الخضار، لان بسمع صوت السكينه نازل على الخضار زي اللي بيسمع صوت الفلوس وهو شغال على مكنه الفلوس. ده احلى صوت بسمعه على فكره، والمكنه بتعد الفلوس. نفس القصه وانا شغال كده، الاثنين عندي واحد. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لكبسه بتفاصيل صغيره، كبسه السمك الهامور، ومعانا طاجن كاليماري لطيف وجميل بلمسات المغازي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. تشكيلة من الفلفلة الملونة وتقريبا الفلفلة الملونة، إذا كان فلفل ملون أخضر وأحمر وأصفر، ده بيلعب دور كبير جدا في المطبخ المكسيكي. قطعناه بالشكل اللطيف الحلو، المصطلحات الطهوية بتقول لك ده جوليان، ده سلايس، ده شرايح، قطعيه زي ما أنت عايزة، ولكن يفضل طبعا بالشكل اللي أنا مقطعه اللي هو الشرايح الطويلة الجميلة. أنا هنا بولع النار. نعمين؟ الصبيت الكاليماري والصبيت على النار لطيف وجميل في التحميره ديت. نقلبه كده. بص على الحلاوه، بص على الجمال ده كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ شفت خد اللون ازاي؟ بس انا بشيله كده براحة خالص، وبعدين بنقلبه بالشكل ده كده. الله، هو ده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ سهله خالص القصه. بعد كده بناخد الخضار بتاعنا ينزل بالشكل ده كده. الله، شوف الخضار نازل ازاي. واخلي شويه، انا عايزهم واقول لحضراتكم انا عايزهم ليه دلوقتي. وانزل بالبهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا كالعادي فلفل، شويه بابريكا حلوين. الله عليك يا عم الشيف، الله عليك وعلى الجمال. كده شويه زيت حلوين. ايه الصوره الحلوه اللي على الشاشه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ حلو، زي ما انا شغال، صوره ما زالت مستمره لطيفه وجميله. بحط في الاعتبار هنا، المهم هنا التقليبه الحلوه دي كده. الله، شفت الجمال ده كده؟ اهو ده. كاليماري استوى. بعد ما نخلص هتدوق وتقول لي رايك. اخواننا في المطاعم المشهوره يجيب لك الفلامبيه اللي هي حته من الظهر، اذا كان شكل مستطيل او شكل بيضاوي او على شكل سمكه، تسخن جامد، ينزل بالفاهيته دي او بالكاليماري ده عليها كده، ويبقى شكلها لطيف وحلو. تقعد سخنه لغايه لما نقوم من على السفره،
هنعمل الكلام ده احنا مع بعض ان شاء الله. هنسيب ده كده على النار بالتوابل اللطيفه ونخليه يستوي، ونغطي الحله دي مع بعض ونسيبها على النار تستوي. اهي زي الفل. شفت اللون ده؟ اهو هو ده. سؤال حلو جدا من كنترول للناس اللي بتحب المطبخ، ينفع بدل الكاليماري نحط؟ ما ينفعش خالص. كاليماري او السبيت يفضل اللي هو بالطريقه دي، اما السمك الفيليه هنا ممكن نعمله شيش زي شيش الطاووق بالظبط اللي هي صدور الفراخ. اهو هنغطيها ونسيبها تستوي تشرب البهريز كله مع بعضها. بص عليها، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. شوف الطعم هنا، طلع لي الكاليماري بقى من وسط الفلفل. كاليماريا مش سبيط، كاليماري. اهو ده جمبري بجد، يا رب بس اسمعه ويبقى جمبري. اهو 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 شفت الكاليماري. يا فندم. يا باشا حبيبي. ما تقلقش. اهو اهو ده الكاليماري. اهو شوف مستوي ازاي. اهو والله بتقطع بالمعلقه. اهو اهو كاليماري. اهو ازاي حلقات حلقات حلقاتك برجلاتك. اهو الف انا وشيف الاول. اهو اهو حلو تمام. انزل. اهو الف انا وشيف، تعالوا نغرفه مع بعض. يلا بينا. اهو نشيل ده كده ونجهز التقديمة الحلوة، وده مطلوب منك تعمليه في البيت. ناخد الميتو ده كده عشان نشتغل فيه، نخلي دي مكانها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي سخنة، خلي بالك يا عم الشيف عايزينك. الله زي ما هي كده. جوزك خلاص وصل بالسلامة، عينيا جوزك وصل بالسلامة خلاص تمام، والاولاد كلهم على السفره بتاعتنا بألف انا وشيف. المطلوب منك يا ست الكل انك انت تعملي الجو ده في البيت عندك، مش لازم في المطعم وبس. هنعمل ايه؟ هناخد كل ده مع بعض. يلا بينا. حبيبي حبيب هارتي هو ده يا مدلعني. ألف أنا وشيف. حلقتنا النهارده ببساطه سهوله مرونه، تفاصيل صغيره ولكن طعم جديد وشكل جديد بتكلفه قليله جدا. عملنا الكبسه بالسمك الفيليه الهامور، وعملنا طاجن كاليماري فاهيتا يتن سخن قدام حضراتكم على الشاشه طبعا بتكنيك عالي، والزهره بتاعتنا، وخلي بالك الاطفال الصغيرين ما يقربوش منها لانها سخنه جدا، والمشروب اللطيف الجميل الحلو ده كده بهديل كل المتابعين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.